معدنية. على الهاتف معانا الخبير الاقتصادي الدولي دكتور رشاد عبدو. دكتور أهلا بحضرتك. أهلا بيكي. دكتور يعني التفاصيل اللي أعلن عنها النهاردة رئيس الوزراء، يعني طبعا حضرتك الخبير، لكن للأول وهلة بيبان أن الجزئين الأولين متعلقين بالاقتصاد الداخلي، فإيه أهمية طرحهم في مؤتمر دولي بهذا الحجم؟ بتكلم هنا عن النقطة الخاصة بإصلاح بخفض عجز الموازنة وبإصلاح العدالة الضريبية. لأن أي مستثمر في الدنيا أما يجي يستثمر في منطقة لازم يطمن على فلوسه، وما دام عايز اطمن على فلوسي لازم اضمن ان الدوله دي دوله مستقره ما فيهاش خلل، ما فيهاش معدل تضخم او ارتفاع اسعار هياكل الارباح بتاعتي، ما فيهاش موازنه فيها عجز كبير، عندها حجم ديونات كبيره، فيها مشكله بطاله كبيره، الناتج المحلي بتاعها ضعيف، كل الكلام ده جميل، لكن ده هيتم طرحه للبحث عن حلول في مؤتمر دولي ولا المفترض ان هو يكون محسوم قبل المؤتمر ويتم عرض النتائج على المؤتمر؟ لا هو عشان كده يمكن لو حضرتك لاحظتي هتلاقي ان في وفد من صندوق النقد الدولي حاليا في القاهره مش عشان ناخد منه قرض ولا عشان الكلام ده، انما علشان يجي يقول ايوه انا درست الملفات ودرست الاقتصاد المصري وانا بقول ان عجز الموازنه بينخفض، ان الخطوه الجريئه الخاصه بالغاء دعم الطاقه تدريجيا على 5 سنين خطوه مهمه، ان مصر جاده في اتخاذ خطوات فعليه زي ضريبة المبيعات، زي 5% ضريبة على الأغنياء، كل الكلام ده بيقول مصر جادة في هذه المسألة. هل معنى الكلام ده إن هيكون في قوانين جديدة هتقرر قبل شهر مارس المقبل، قوانين اقتصادية؟ في خطوة مهمة جدا، التصالح مع المستثمرين، لأن المستثمرين الآخرين هيقلقوا، يجي يقول لك والله أنا النهاردة أجي أستثمر وأنا اللي سبقني قبل كده اتصدرت أمواله أو بحكم محكمة نتيجة إن خلافات نتيجة إنه قال لك ده دي خطوات معلن إن هيتم اتخاذها، ولا ده يعني حضرتك بتتصور إن ده اللي هيحصل؟ لا ده وزير الاستثمار أعلن إن قبل المؤتمر هيكون تم الانتهاء من المشاكل المرتبطة بيه المستثمرين ووصلنا إلى حلول عملية وتسويات عملية مع هؤلاء المستثمرين. طب وبالنسبة للنقطة الخاصة بخفض بمواجهة عجز الموازنة والانضباط المالي وخفض المصاريف، يعني مفترض إن خلاص الميزانية أقرت، إيه اللي ممكن يحصل قبل مارس عشان يخفض عجز الموازنة أكتر؟ هل بحث عن موارد جديدة؟ مش مفترض إن في موازنة فعلا أقرت وإنها مستمرة لغاية السنة المالية الجديدة؟ والحمد لله قلنا ان العجز بتاعنا هيكون السنه دي في حدود 12% بعد ما كان 14، فدي خطوه بتقول ان احنا خدنا خطوه بالفعل. والخطوه الثانيه انه الميزانيه الجديده هننزل فيها باذن الله ال 10.8، فكل الكلام ده بيقول انه الخطوات جاده، ان احنا جادين. ليه؟ في فرق كبير قوي بين انك انت تكوني جاده حتى لو ما عملتيش الخطوه دي، انما بتقول انا عامل جدول زمني، السنه دي هعمل ايه والسنه الجايه هعمل ايه واللي بعديها هعمل ايه، وفي فرق بين انك تقولي بتقولي باذن الله ربنا يكرم والفتره الجايه نحاول نشكو. فالمصري بتقول لا احنا جادين. ده انا هديك حاجه اهم من دي، ده رئيس الجمهوريه قال عشان نضمن ان المؤتمر ده يطلع مؤتمر محترم صح علينا بالاحتراف لازم يكون في شركه هي اللي تروج، شركه ايه؟ عالميه متخصصه مش مصريه، هي اللي هتروج لاعمال المؤتمر، شركه ثانيه هي اللي تنظم اعمال المؤتمر وعالميه ومتخصصه مش مصريه، شركه ثالثه هتدرس صوره الجدول الاقتصاديه اللي مالها الشركات المصريه يا دكتور عشان نضمن ان في جديه. فاذا ايه انا بقول ايه؟ بقول انه مرحله الهواه بتتلاشى، انما لضير ان انا اقول انا مش متخصص في المجال ده اجيب المتخصص علشان اضمن اعلى درجه من الكفاءه واعلى درجه من الاحترافيه واعلى درجه من ضمانات النجاح. شكرا جزيلا دكتور رشاد عبدو خبير الاقتصاد الدولي، شكرا جزيلا لحضرتك.